أتى ولم يأتي، قالوا جاء لم يصل. وكان في المشهد الظني يومئ لي، لباسه من شظايانا دم، وعلى يديه صرخة تأريخ من الوجل، يمد إسراه في صندوق ضحكته كانت فراغا يواسي شهقة الأجل. ودمية ما على أطراف شارعنا تلهو مع النار، فامتدت إلى المقل، يرى الملائكة الصبيان تركض خلف ظل ماء وقوس من ندى أمل. يرى الحمام وقد شاب البياض دخان من غراب على جنبيه لم يزل، وكنت أول قتل الحلم فانحدرت دموعه شمع تشييع بلا أهل. وكان أكذب من لبى مدينتنا مؤازرا موسمي العطف والخجل. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، هذه المرة عبر سكايب ولكن من العراق. معنا من هناك الشاعر الأستاذ خلف الحديثي. أهلا وسهلا بك أستاذ خلف، أنرت بيت القصيد. أهلا وسهلا بكم، مرحبا، حياك الله أستاذ مصطفى، يبارك فيك وأدامك الله وأدام بيت القصيد بوجودكم. أهلا، سلمك الله وحفظك. تسلم أستاذ خلف. دعنا بالبداية مباشرة نكسب وجودك معنا فنذهب إلى الموضوعات مباشرة، لعلك تحدثنا عن فكرة الحكمة في الشعر العربي، تفضل أستاذ خلف. أهلا وسهلا بك. الحكمة هي صياغة من صياغات الأدب العربي لأجل بناء شيء جديد يتخذه الشاعر أو الكاتب هدفا وغرضا لإيصال الحكمة والقول البليغ إلى السامع، لكي يتعظ بما يريد، بما يهدف إليه السامع وبما يهدف إليه الكاتب. نعم. حدثنا عن الحكمة في القصيدة العربية المعاصرة، هل ترى أن الشعراء في زماننا لا يزالون يتمسكون بفكرة الحكمة ولزوم حضورها في أبياتهم الشعرية، أم أن مثل هذا اللون الأدبي آخذ بالتقلص شيئا فشيئا؟ هناك موجودين عدد من شعراء اللغة العربية على الساحة العربية والأدبية، لديهم بلاغة كبيرة ولديهم حكمة في الصياغة ولديهم حكمة في القول ولديهم قوة وجزالة في صياغة الحكمة الشعرية وإثراء الساحة الأدبية بما لديهم. أنا لا أقول غابت، وإنما أقول هناك موجودون في الساحة وما زالوا يصوغون الحكمة للناس. إلى بواكير القصائد التي تود أن تحب أو تحب وتود أن تفتتح بها هذا العدد المميز من بيت القصيد، ونحن نستضيف شاعرا عراقيا عبر سكايب، إلى أولى القصائد، تفضل أستاذ خلف. أولى القصائد ستكون أزهار الموت، وهي من ديوان خذوا رأسي. لا سلم والموت يدني غصة النبأ به اتشحت لأنفي جمرة الظمأ، أسوق غيم جراحاتي ولا أحد أني يذود ويرمي للورى خطئي، ويستقل معي تابوت مذبحتي، وجدول النار يكوي كف مبتدئي. كفرت بالريح إن مرت بنافذتي وهزهزتها وداخل الوقت بالبلأ. كفرت بالسلم مذ جاعت وسادته وأقلعت عن فراش الصمت بالرشأ، أعلنت عني رداء لا يلبسني وفي أصرخ يا أضلاع يدرئ. قولي لكل طغاة الأرض أنت هنا بالواثقين على عرش الدمى انتفئي. كان النهار مخاضا والمدى وجع مني البقايا على سيف الرؤى اجتزئي،
باعوك بغداد فغدا بلدي على سهيل المدى للثورة ابتدئي فأنت أعجزت حبل الصبر فانحدري للسارقين دمي يا أرض لم تلئي ألم بعضي ووجهي في حيرته فتهشمتني ويغري في فمي صدئي لا ظل للصبر حتى نستظل به والأبرياء مضوا في ثورة الحمأ كفرت بالشيء ولا شيء في وطن فيه المذابح قداسا لمجتزئي لم يسعفوه وقد ألوته خيبته فقسموه كما شاءوا ولم نشأ ما زلت أنحتني لحنا بشاردتي وهدهد الوعد أخفى باب ملتجئي أنا براءة أطفال حطمت البلد البرد والجوع فيها أحرق كلئي في كل شيء كفرت الآن تنتصري يا مضحكات الدم المنزوج بالصدأ ويا سنينا شبعنا من مجازرها موتا عسوفا وحان الوقت فهل كفرت بالله والعزة وفي هبل وهم يديرون أمر الله بالملأ بلى سأبقى وأبقى رافعا علما أنا العراق رمح الله متكئي أنا العراق ورمح الله متكئي دائما سيظل العراق عصيا على جلاديه وقصيا عن أيدي سارقيه وحتما سيكون قريبا من أبنائه المحبين الغيارة والحريصين على حاضره وماضيه ومستقبله يبنون تاريخه بقصائدهم وبالدم كذلك أستاذ خلف دعنا نتحدث عن تجربة الوطن في القصيدة التي تكتبها أنت الوطن هو هاجسي الكبير والوطن هو الروح التي أجسد فيها شعري فلولا الوطن ربما لم يكن هناك رغم أنني كتبت الكثير لكن الوطن هو الهاجس الكبير الذي يمكنني أن أصوره تصويرا دقيقا وقد كتبت كثيرا جدا من القصائد الوطنية التي كانت هي الحلقة الأساسية في الوطن أصدرت أقرب أكثر من 25 ديوان معظمها تحاكي أوجاع الوطن بعد الاحتلال وما جرى للعراق وللعراقيين من التهجير ومن الضياع ومن كثير ما مر به العراقيين فالوطن هو هاجسي الوحيد الذي يحتلني ويحتل قصيدتي منذ الاحتلال وإلى حد ولا وقتنا الحاضر نعم جميل هذا المرور السريع على السيرة الأدبية لشاعر عراقي ترك الكثير من النتاج ولا يزال على عطائه قائما دعنا الآن نتحدث عن فكرة المعوقات التي يجدها الشاعر صاحب القضية في بلد أساسا يعاني ما يعانيه من الظروف الصعبة والأمور التي لا تخفى عليك وتشاهدها في مختلف نشرات الأخبار التي تتحدث عن الواقع العراقي التحديات التي تواجه المثقف العراقي ما هي أبرزها باعتقادكم ومن وجهة نظركم أستاذ خلف تفضل أستاذ الغالي ليس فقط العراق هو الذي يعاني وحده قط ما يعانيه الأديب وما يعانيه الشاعر في جميع أرجاء الوطن العربي هذا الغبن المتراكب والمتراكب على الشاعر والأديب من فترة أجيال طويلة جدا حيث أن الشاعر والأديب لم يمنح الوقت ولم يمنح الفرصة لكي يكون لذلك نرى أن جميع البرامج الأدبية لا أرى للشاعر ولا للأديب أي مكان قط في ضمن البرامج الأدبية أبدا في أي بلد من البلدان العربية ليس في العراق فقط ولكن وكذلك أنا عندما أقول في العراق أقول الشاعر أنهم الآن مع احترامي واعتزازي بالبقية يصعدون من الشعر الشعبي على حساب الشعر العربي
وعلى حساب وهوية المثقف العراقي والمثقف العربي. هناك تغييب كبير جدا إلى الشاعر وإلى المثقف سواء كان في العراق أم في الساحة العربية على العموم. المثقف العربي والشاعر العربي مغمور لا يجد له قدم في هذه الساحة وفي هذه التظاهرة الكبيرة جدا من الأخطبوطيات كما أريد أن أقول، أشياء كثيرة جدا متضاربة، ولا يجد الشاعر ولا الأديب والمثقف العراقي والعربي مكانا له في هذا الوجود قط. لذلك القنوات الإذاعية بعيدة جدا كل البعد عن المثقف وعن الشاعر، فلم يمنح الفرصة الكافية. الآن أنا أقدر جيدا أن الشاعر من حقه أن ينفعل أثناء إلقائه قصيدته، لكن أريد منك قدر المستطاع أن تكون هادئا أثناء قراءتك للقصيدة التالية، هي القصيدة التي ستقرأها علينا. تفضل، لك المنبر والكلمة أستاذ خلف. إلى الشعر من جديد. إلى الشعر من جديد. تساؤلات البردين. تفضل. على قطار المتى قد سافر الصبح وودع الطين مذبوحا به الملح، ألملم الحزن في كفي وأعقده وأرسم الحزن فوق الحزن يا جرح. حملتني في هدايا الريح لون فم فتاح همسا وأرخى بوحه الطلح، ويسأل الحلم عن أجفان همهمة وقد تشظت حروفي وانتهى اللوح. أدق بابي وحيدا فاتني مطري وقد تعرى بسفح الدمعة القمح. أريد لك أن تكمل القصيدة أستاذ خلف، ولكن حاول أن تستريح بجلستك قدر المستطاع إلى الخلف قليلا، ومن ثم لك أن تكمل القصيدة. آسف على المقاطعة، تفضل، لك أن تكمل الآن. أدق بابي وحيدا فاتني مطري وقد تعرى بسفح الدمعة القمح. أنا رديب الفرات الحلم بي نزفت شمس وغنى حكايا موته السبع يا ابن النهار ولم تنضب رؤى فكري. ألا تعود ليهدى في السنة اللمح، ألا تعود وأدري ليس راجعة النفس إلي ويدني جلبها الفتح. أنا مدان وحمى القحط تصفعني وغاب صبري تمادى ما له فتح. خلفي أضعت عناويني وصادرها بحر الغياب ونادى المدية الرمح. إني غرقت وأضلاعي تشيرها نفس الضياع وغيمي هده القبح. والميتون بوادي النمل ما رجعوا وما أقيم لهم في موتهم شرح. أنا التشظي وأمي لملمت كسري وأصدقائي بهم قد شيع الصلح. يكفي بأني وحيد في انتظار فمي وبيصيح على شح ندى الشح. أحبه لو لياليه اكتست وجعا وسوف أبقى أغني من له ضح. كانوا على قصب البردي أغنية بهم يصيح إلى جنات بالربح. غابوا وظلت تنادي الغيب أسئلة على مماتوا وفينا استفرد الذبح. علام يا أنت فينا بعد أنجمنا كي لا يطير بالغابات الهنا جنح. وحدي أشيعني والقبر يضحكني بجثة الريح أهوى لحتها تبح. يا كل هذا الأنا يكفيك يا وطني روحا تطاول وناري جمرها يصحو. يكفيك إني أنا قد شخت في زمن وكلما مات جرح عاد بي جرح وكلما مات جرح
عاد بي جرح. نتمنى لهذا الجرح أو نرجو لهذا الجرح أن يندمي الأستاذ خلف الحديثي الشاعر العراقي لفضة فوك. نتابع الآن مشاهدينا الكرام هذه القصيدة ضمن فقرة قصيدة للوطن، نتابعها ومن ثم نواصل في هذا العدد من بيت القصيد. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. الموت في لوحات، واحد مصفوفة الحقائب على رفوف الذاكرة، والسفر الطويل يبدأ دون أن تسير القاطرة. رسائلي للشمس تعود دون أن تمس، رسائلي للأرض ترد دون أن تفق، يميل ظلي في الغروب دون أن أميل، وها أنا في مقعد قامت مريقة مريقة، يسقط عمري من نتيجة الحائط، والورق الساقط يطفو على بحيرة الذكرى فتلتوي دوائر وتختفي دائرة فدا. اثنين، شقيقتي رجاء ماتت وهي دون الثالثة، ماتت وما يزال في دولاب أمي السري صندلها الفضي، صغارها المشغول، قرطها، عطاء رأسها الصوفي، أرنبها القطني. عندما أدخل بهو بيتنا الصامت ألا أراها تمسك الحائط، علها تقف أنسى بأنها ماتت، أقول ربما نامت، أبحث عنها في الغرب. وعندما تسألني أمي بصوتها الخافت أرى الأسى في وجهها تقع باهت وأستمع كارثة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا عبر سكايب من العراق تحديدا من الأنبار في حديثة الشاعر العراقي الجميل الأستاذ خلف الحديثي. مجددا مرحبا بك أستاذ خلف معنا وحياك الله من جديد. مرحبا بك من جديد ومرحبا بالجمهور العزيز، حياك الله أستاذ مصطفى. أستاذ خلف، دعنا نتحدث عن فكرة الحلم المستمر في قلم الشاعر. الشاعر إذا فقد الحلم هل يكمل قصائده؟ الحلم هو الوحي، هو البوح، هو الأمل، هو الأمل. لولا الحلم لما كان خلق الكلمة ولا ما كان للكلمة وجود. فإذا أساس الكتابة الحلم، أن تحلم، أن تمد نفسك، أن تعطي نفسك كنهها وأن تعطي نفسك سرها في هذا الحلم. والحلم مسموح للشاعر أن يحلم وأن يكون من هذا الحلم أو يبني من هذا الحلم قصيدته التي يريد ويبغي، وحسب مسار ما ترتئيه نفسه وحسب ما يرتئيه بوحه الشعري وما يمنحه سبحانه وتعالى الباري من هبة وروح قدسية للشعرية. ونحن الآن نريد منك أن تشنف أسماعنا بقصيدة جديدة من القصائد الشاهدة على حلمك الممتد الذي لن ينتهي يوما، إلى قصيدة جديدة. قصيدة لوحتان، إلى اللوحتين إذن، أو إلى لوحتان. اللوحتان من ديوان أنامل الماء. تفضل. لي لوحتان على من جديد، لي لوحتان
موسيقى عالية. تفضل. موسيقى عالية. الآن الأمور ستكون على خير ما يرام، لك أن تبدأ بقصيدتك من جديد وكل شيء سيكون على ما يرام. تفضل إلى القصيدة. تفضل أستاذنا. على رؤوس أصابع وجهي وقفت في الزمان الباقع، وبها تغادر للرياح مفاتن فيها انسكبت على جنون دوافعي، وشبكت في كفي هواجس لحظة وبأكملي نشوى تنام صوامع، وجرحت حلم البحر حين أرادني صوتا به إيقاع لحن بائع، وشواطئ حضرت يداك الخوطة في مهرجان الماء ضحكة وافعي، لمساتك الشقاء تمطر نارها حبا وتفضح سر ثغر طامعي، وينقر العصفور ضلع حنينه فيفز من حلم لآخر رائعي، أنت التي أرجأت وقت رحيلها وهوات عرس لارتجاف أضالعي، أجريت في دمك الرحيق قناعة ليراود الشريان هم توادعي، خليك أغنية على باب السنا فيها أراني زرتشات لوامعي، لي ألف أمنية تراود ضحكتي ولها يقيم الليل ركعة ضائعي، يا أنت والأنت وعيونك مرتوى ضد أي مجهول سيبدأ طالعي. ليتك تعيد البيت الأخير مجددا يا من جديد. تفضل لأن الصوت تقطع قليلا. يا أنت والمنفى عيونك مرتوت فبأي مجهول سيبدأ طالعي، أو فت في حجر الضلوع مجامرا فرأت مشاعرها نوازع قامعي، فتسلقت ذاتي مساكب ذاتها فتخيرتني عطر روح ضائع، أختار مرآة الحرائق في الفضاء ترقي أحاديث الرقى لمسامعي، أنا شاعر الأحلام وجهك لوحتي وأنا مدار والجميع توابعي، إني سأحملني إليك حكاية لأراك في شكلي وهيكل طابعي، ولأنني وحدي أردتك لي أنا وحدي ولا غيري يدوس شرائعي، خليك أنثى البوح تدرك ألفتي وإليك تعرف ما تريد أصابعي، وإليك تعرف ما تريد أصابعي. الله الله الله، جميل. لا فضافوك أستاذ خلف. دعني أخذك إلى معلومة أنا أعرفها وقد وشى لي أحدهم بها عنك. هناك شاب من غزة نال درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بعدما قدم رسالته للمناقشة، ورسالته كانت في شعرك. نعم. أنت تعرف هذا الأمر جيدا. نعم. جميل جدا. وهو يطير إليك سلاماته وتحياه والشاعر محمد عبد المجيد الصاوي من قطاع غزة في فلسطين المحتلة، ومن هنا نطير سلاماتنا لكل الشعراء الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم. أستاذ خلف، دعنا نتحدث الآن بفكرة ربما تلح علينا وتفرض ذاتها. أنت من جيل المؤصلين للقصيدة العربية، قصيدة الشعر الفصيح في العراق، إن لم نقل في الوطن العربي. باعتقادك الشخصي ودون أي مواربة أو مجاملة، هل ترى أن ما يعيشه الواقع الشعري اليوم هو يمثل تواصلاً للأجيال، أم أنك تجد أن هناك فكرة صراع ما بين الأجيال الشعرية؟
الجيل الأول أو نقول الرعيل الأول من الشعراء، رغم أنهم لم يأخذوا حصتهم من أوطانهم، لكنهم أخذوا مساحات أوسع في على الساحة العربية، وهناك عدد كبير جدا من الشعراء. هذا الصراع الموجود بين الشعراء أو بين هذا الفكر الطارئ على مجتمعنا وطارئ على الحداثة الأخرى هو صراع مرير جدا يا أستاذي العزيز. علينا أن نتخطى هذا الصراع، علينا أن نخلق شيئا جديدا يستفيد منه، نستفيد منه في الوقت الحاضر ونستفيد منه في المستقبل. علينا أن نؤصل الأصالة، وعلينا أن نتبع هذا الطريق السوي. علينا أن لا نخلق هذا الصراع وكل يتمسك بشيء هو يريده، ولكن ربما نقول أن هناك للصراع فوائد، فوائد التنافس لإثبات الوجود على الساحة، فأيهم الذي يثبت وأيهم الذي أقوى وأيهم الذي يكون هو الأبدع في الحياة الأدبية. إذن الصراع هو منذ الأزل موجود، لكن الصراع الآن في الوقت الحاضر على ذروته بين هذا الجيل الذي الآن يتوافد على الساحة العربية. فإذا أردنا أن نبعد هذا الصراع، علينا أن نوحد الفكرة بأننا أمام مرحلة جديدة هي هدم اللغة العربية، وأن نوحد هذا الصراع المتشابك بين الأطراف لكي نحمي لغتنا العربية. أحسنت. ولكي نجددها، لا أن نتناحر بيننا ونضيع ما يروم إليه أعداؤنا. أحسنت أستاذ خلف. دعني أعود بك إلى فكرة الطلبة الجامعيين الذين يدرسون بعض قصائد الشعراء ويقدمون فيها دراسات مثل رسالة الماجستير وما شابه وما إلى ذلك. الآن هل هذه هي فقط إضافة للطالب، أم هي أيضا إضافة للشاعر، أم هي إضافة يعني تجمع الاثنين معا مثل هذه النماذج؟ هذه النماذج أستاذ مصطفى، كما تعرف كل شاعر وكل كاتب وكل أديب يتمنى أن من يقوم بدراسة نتاجه، وإلا لماذا يكتب وإلى لماذا ينشر؟ فهذا هو نتاج أولا، يعني مرحلة لاكتساب الشاعر أو مرحلة لاكتساب الباحث شهادة لنفسه، ثم إلى الشاعر. فهناك ترابط بين الباحث صاحب الماجستير وبين الشاعر، فعندما تتأصل هذا الترابط بين الاثنين، إذن سيكون هناك شيء للشاعر على مستوى وطنه وعلى مستوى أمته. أنا أحب أن أقول لك أستاذي العزيز، وليكن جميع المستمعين على علم، أنا كتب في الكتاب الأول شلال الشعر خلف ذلك الحديث، وكان دراسة قراءات في شعري للكاتب العراقي طلال سالم الحديثي. والدراسة الأولى خلف ذلك الحديثي حياته وشعره قدمها الطالب أياد الدبوري وحصل على درجة جيد جدا. ثم أردفتها الدراسة الثالثة للأستاذ وأخي وحبيبي وزميلي، ربما قد تكون يسمعني، محمد عبد المجيد الطاوي، وكانت هذه من أرقى الدراسات على المستوى، وحصل فيها على درجة شرف. ثم كانت هناك دراسة لأحد دواوين الشعرية شغائل سبب التكسر، قام بها أحد الطلبة لنيل شهادة. الآن على الساحة العراقية يمكن أقول، ورب أنا لا أقول بفخر، ولكنني أقول أن هناك دراسة في جمهورية مصر العربية من أحد الجامعات عناصر الإبداع الفني في شعر خلف الحديثي، وهو رسالة دكتوراه. جميل. دراسة أخرى قدم بها الأستاذ حمدي الحديثي طائر الشعر الفراتي خلف ذلك الحديثي. دراسة أخرى تقدمت بها الأديبة التونسية منجية بن صالح، إبداع شاعر ومطلع قصيد.
إذا أردنا أن نأتي على نتاجك الأدبي والشباب أو الطلاب الذين يعني تدارسوا شعرك، فإننا بحاجة إلى يعني فرد حلقة خاصة لهذا الموضوع وحده. نعم. أستاذ نعم. خلف، ما رأيك أن نعود إلى الشعر مجددا؟ نعم، إلى قصيدة جديدة، تفضل. ماذا ستقرأ علينا هذه المرة يا ترى؟ وجوه مائية. إلى الوجوه المائية، نسأل الله الستر والعافية، تفضل. أفضى إلى الماء، سر الماء للماء، وكنت ماء وكانت منه أجزائي، وفسر الماء حتى فيه يبزجني ماء الحياة، ويحيي موت حوضائي في همسة البوق، وجه الصبح أرسمه وأنقش الموج محفورا بسيمائي، فكيف أهدى وكف الريح تصفعني، ومعول الليل ما تكفيه أرجائي، لن يمطر الحلم في جفن الرؤى، فأنا وجه تناهت على مرآته لائي، تكسرت في هوى الأهداف شحنته، وكان ضوءا فأخفى الضوء ضوضائي، الأرض تلبس ثوب في تشكلها، وفي تفسط عند الضوء أجوائي، والطين ينبئ الروح تلملمه بقبضة النور في غابات صحرائي، في حبة الماء كوز الماء يسكرني إذا عطشت، وخمر الوقت استحبائي، وطائر الجب في رأي ينقبني لكي تكسر حلم الغيب الماء. ليتك تعيد البيت الأخير لأن الصوت كان فيه القليل من التشويش. إليك أستاذ خلف. في حضرة الماء كوز الماء يسكرني إذا عطشت، وخمر الوقت صهبائي، وطائر الجب في رأسي ينقرني لكي تفسر حلم الغيب والماء، ولي قميص تناهى قد من قبل، فطرزته بخيط الصبح أسمائي، مث قالت اخرج زليخا، كنت أعرفني أنا البريء، وبعضي رام إيذائي، فاحفظ إلى الماء لون الماء مؤتصرا خمرا لزوجتي في أقداح صهبائي، واحفظ إلى الماء في تشرين سرته حتى تخفر للتاريخ دهمائي، أنا إلى الطين قد أرجأت موعدنا، والنور في النور من سري وأضائي، والشعر قمح فمي بالذات يزرعني ذاتا، ويسعى على هون لإقوائي، فالماء منه أنا قد كنت مسألة، وكنت للماء ماء ضاع في الماء، وكنت للماء ماء ضاع في الماء. فليحفظك الله ويدم على العراق والأمة جمعاء هذا الحس الشعري الناضج الممتلئ بالألم والأمل، المبشر برياض فسيحة غناء قوامها وعمادها الشباب، والمستقبل فيها لكل عشاق الحرية. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، ولا نزال في رحاب هذا العدد من بيت القصيد. مجددا الى الشاعر خلف الحديث، ضيفنا عبر سكايب من الانبار، تحديدا من حديثة. استاذ خلف، دعنا نتحدث الان عن القصيدة الادوم والاليق بان تستمر ويتوارثها الاجيال. ما الواجب ان تتوفر به أو بها من مقومات هذه القصيدة التي يتطلع صاحبها إلى تخليدها؟ تفضل. القصيدة يجب أن تخلد صاحبها وصاحبها يخلدها. يجب أن تكون ذات بلاغة قوية جدا، ذات حبك قوي، ذات كلمات رنانة دائما يبث فيها الأمل ويبث فيها الحقيقة لما يعاني المجتمع. القصيدة الحقة التي تتكلم عن أوجاع المجتمع، وتتكلم عن أوجاع الأمة، وتتكلم عن الفقراء، وتتكلم عن البؤساء، وتتكلم عن اليتامى، وتتكلم عن الشهداء، أراها في نظري هي الأبقى والأدوم. ولكي تحفظها ذات، ولكي تحفظها ذاكرة التاريخ، ولكي يحفظها ويتوارثها الناس جيلا بعد جيل. فالقصيدة التي تتكلم عن واقع المجتمع والتي تتكلم عن آلام المجتمع هي أنا في رأيي الأدوم والأبقى، لأنها تكلمت عما يحس به الشارع المجتمعي وما يحس به الوطن والمجتمع في كل مكان، سواء في العراق أو الوطن العربي أو في العالم على العموم. نعم، جميل جدا. أريد منك الآن أن تستريح قليلا أثناء إلقائك نصك الجديد، وأن تكون هادئ الصوت حتى يصلنا تماما بذات المشاعر الرنانة التي تسكنك. أستاذ خلف، إلى القصيدة الجديدة وبأداء هادئ، هذا ما نتمناه. تفضل، إليك المنصة والمنبر. أبحث عن الجنون ورجعت نحوك عن ضياعي أبحث. جميل. فوجدتني قسما ببابك أبحث، ونسيتني وعدا أضعت دروبه، عسى لوعدي من حطامي أبعث. إني ابتكرت الوقت حين أردته، وعقاربي سما بروحي تنهد، ووجدتني طفلا يجود بظله، وبما بصمته في صخوره يحفظ. ووجدتني طفلا، مجددا لو سمحت، وجدتني طفلا. ووجدتني ظلا يلوذ بظله، ومدى بصمتي في سطورك يحرث. غيمي يساجلني بقحط أضالعي، وببوح حواحات النزيف يؤسث، ويقيتني قلقا ويحصد رغبتي جوع، ويحرق ما يريد ويورث. قد كنت وحدي أستدل بزفرتي، وأدود فيها حين صمتي ينبث، وخطاي ترحل عن خطاي كليلة، ومنافذي سدت ودربي يلهث. فتباركت خضر الحرف بلونها، وأنا إليك بكل ما بي أبدثه. أني بحثته وراك خلت بأنني لجمال روح وحدها أتحدث. أنا ذلك الدرويش يقرع أفه ثمنا بنيران التوهج يعبث، ذات الغياب وما أزال بذاتها، وعليك آيات انتشاء أن تبحث. لك ما أقول وما أقول بلاغة، حضر أقاويلي لصدرك ترفث. ما زلت يا من فاي فرع الهوى، فأعود مني في جنوني ألهث. ما زال طفلك
في حداثة خطه يدوب بين السماء فيبلث. ما زال مجددا البيت الأخير مجددا. ما زال في حداثة خطه يدعوك كي تلد السماء فيبلث. هل تسمحين ألف حولك ساعدي وأدور حولك كالمريد وأحدث وأذوق منك وأذوق الشام ما أريد فتنتشي روحي وفيك أصابعي تتشبث مني اقربي لنصوغ أجمل ضحكة ونغيب فيما قد نريد ونمكث ونغيب فيما قد نريد ونمكث. هذه القصيدة التي تهمس في أذن الأرض أشواق ابنها على امتداد عقود من الزمن وهو يناديها على أمل أن تنصت، على أمل أن تعطيه من ثمارها، على أمل أن لا تمنحه دموع فحسب وإنما يتطلع إلى شموع تفتح أمامه أبوابا مضيئة تأخذه إلى عالم فردوسه المنشود والسلامة الأبدية. أستاذ خلف الحديثي شاعرنا العراقي الجميل، دعني أسألك سؤالا مفاجئا الآن، أمنيتك التي تتمنى للعراق الذي تحب ما هي باختصار؟ أتمنى أن يعود العراق كما كان سابقا. أمنية مختصرة بسطر واحد ولكنها تحمل الكثير. طيب دعنا نتحدث الآن عن رجائك الشعري، ما الذي تتوقع أن الشعر يريده منك في المرحلة المقبلة من تجربتك وأنت عاكف على مواصلة نتاجك الذي يحترم ويشهد له كثيرون؟ الشعر يريد مني الكثير، الشعر يطلب مني الكثير، يطلب مساحة أوسع مني، يجب أن أتقولب مع كل الواقع ويجب أن أكون مع كل الواقع ويجب أن أكون مع كل المجتمعات وإن كانت العربية أو العالمية، لأنني أنا إنسان أولا قبل أن أكون، أنا أحس بالإنسانية وأحس بما يحس به الآخرون، فإذا أنا ما أريد من الشعر أن أكون له اليد أو اللسان الذي سيبقى ينحت في الصخر لأن يجد له مكانا على المكان الذي لم يمنحه حقه. أعجبني هذا الوصف أستاذ خلف. خذنا إلى مسك الختام الشعري والقصيدة التي تود أن تختم بها هذه الحلقة من بيت القصيد، ما هي القصيدة التي ستسعدنا بإلقائك إياها كمسك للختام؟ تفضل. نوارس الأحلام. تفضل. يقتات روحك في التوجس هاجس، يقتات روحك في التوجس هاجس، وجميعك الآتي وراي يهاجس، وأسير ضدي حيث ضدي لا يرى ضدي، فيدركني النهار البائس، ويلزني نحوي فترتعش الخطى، وتعيدني صمتا إلي وساوس، وأضمني قلما يعد حروفه، وسطور جرحي للنزيف تلامس، أدركت في ذاتي منافي ذاتها، فيجر للمنت الخطى ويشاكس، وتجيز أبراجي غياهب لحظتي، تعيد خارقة الهموم مدارسه، وتهامس الأموات حافية البكاء مقل وتحفل. ليتك تعيد البيت الأخير لو سمحت لأن الصوت كان انقطع قليلا. وتهامس الأموات حافية البكاء مقل وتحفل بالسواد ملابس، ولأنني وجه لديك تركته لك كلك الآتي، وفيك أنافس حرف احتوائك، ما يزال يقولني بوحا وترقص في مدى نوارس، مطر احترافي
أشتهيه بشارة لتعود تورق في سراي نفائس أنت التي يا أنت صوت تهجدي وأراك أنت والجميع عوانس يا طهر لوني في ارتعاشة ضحكتي جفني وراك على التوجع ناعس أنا صوت حلمك في فزز غيمة وتناثرت بفم الزمان هواجس مدي شراع الروح حول شطوطها فمرافئ الذكرى لدي دوارس مد احترافك بيزور مفاصلي وخطوط منفى الذكريات فهارس وحرارة اللاءات رعشة لوعة مطرت وغيمات الهروب عوابس أيامك استكلى كمثلك رحلة أيامك استكلى كمثلك رحلة تبقى مدماة وليلك فقارس أنا كحل عينك فاتركيني لحظة يقتاتني قلق بجفنك عافس برد سنيني مهرجان فواجع وشتاء عمري مثل عمرك بائس دقي فبابي ما يزال رتاجه بيديك والحلم المدمى يابس بغداد هاجرت الطيور لرحلة فمتى سترجع كي يعود الفارس فيك احترقت فمن أكون سوى أنا ورماد قلبي عند بابك حارس ورماد قلبي عند بابك حارس سلم الله هذا القلب وسلم باب بغداد وسلم أهل بغداد وكل العراق والعراقيين. أشكرك أستاذ خلف الحديثي شاعرنا العراقي. للأسف وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كنت سعيدا جدا رفقتك في هذه الدقائق. بارك الله فيك أستاذ مصطفى وحياك الله، ولكم جزيل الشكر إلى برنامجكم بيت القصيد، وأعود وأشكركم مرة أخرى من حديثة البطولة من حديثة الأنبار، لكم أخلص وأحلى التهاني، شكرا لكم. شكرا جزيلا لك كل أهلنا هناك في الأنبار والعراق الحبيب بكل مدنه ومحافظاته. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم إن شاء الله تعالى وبرفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أرق وأطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.